السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة مقادور للرقي والمعرفة أينما كنتم، أهلا بكم. أهلا بكم في هذه المادة الجديدة بخصوص وفي إطار الاستعداد لمباراة التعليم المقبلة والتي من المرتقب أن تجرى في أكتوبر من العام الجاري. إذن بالنسبة للمترشحين والمترشحات اللي كيستعدوا الآن واللي كانت منهم اليوم التوفيق، اخترت اليوم أن أوضح وأشرح لكم يعني مصطلح فضفاض، المصطلح الذي يشغل مساحة شاسعة، إذن اللي هو ديداكتيك، سبق لي وأن شرحته باقتضاب، إذن وأعيد في هذا الشريط لأزيل بعض الغبار عليه إذن وأوضحه وبطريقة يعني سلسة وبسيطة. يعني الديداكتيك كما قلت لكم، الديداكتيك فهو يعني يتمركز حول ثلاث مهام يقوم بها المدرس، ثلاث مهام يقوم بها المدرس، ألا وهي التخطيط والتدبير والتقويم. إذا العديد من المترشحين والمترشحات وخصوصا لمن لم يعني ما عندهمش تكوين في علوم التربية، يعني واخا أنهم كيقراو في تلخيصات وفي كتب، يعني لا يلمسون، يعني ما كيكونش عندهم الشرح، بقى داك سي ابستخي مجرد ما كيلمسوش. غادي نحاول انني نقربهم من هذه المصطلحات هذو اللي هي التخطيط والتدبير والتقويم. اذا فتابعوا معي الشريط، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، اللي مازال ما مشتركش اشترك دابا في القناه هو الاول، ويفعل ديك جيم باش يوصلوا الجديد، ولما لا دعم القناه بالبارتاج، والتي دائما قناه مقادور للعقول المعرفه كتجيب لكم لما سيفيدكم في حياتكم، ما يفيدكم في حياتكم الشخصيه والمهنيه. نتابع. اذا سنبدا بالتخطيط. اذا كما قلنا بان الديداكتيك يشمل التخطيط والتدبير والتقويم، اذا غادي نبداو بالتخطيط، ما معنى التخطيط؟ اذا هنا هذا المصوغ غادي للامانه العلميه من اعداد محمليه العربي، استاذ مصاحب بالمدير الاقليمي بجلاكوره، ونحييه، نحيي الاستاذ الفاضل من هذا المنبر هذا. اذا فما غاديش نقراو، اللي بغى يطلع على هذه المصوغه هذه فتحتوي يعني معلومات قيمه، والجميل فيها انها مختصره 13 صفحه. ما غاديش نشوف نحللوا المنهاج المغربي الدراسي المغربي وهذه القيم هذو، هذا الشيء كلشي مزيان، ولكن احنا غادي نعرف، احنا غادي نستهدفوا التخطيط بس ما يكونش الفيديو طويل، البيداغوجيا الفريقيه، البيداغوجيا الخطا، كلشي المترشحين والمترشحات لا بدو بيداغوجيا اللعب خصهم يطلعوا عليه، وما معنى الوسائل المعينه، الوسائل الديداكتيكيه، انواع الوسائط، المنهج الدراسي، هادشي كلشي مزيان، مبادئ استعمال الوسائط. حنا غادي نمشيو للتخطيط، ما معنى التخطيط؟ التخطيط عمليه، اذا عمليه، والقصد من ذلك انه جمله اجراءات وافعال يقوم بها المخطط لغرض معين، هذا هو يعني المعنى العام. ولكن فهنا عندنا كنقصدوا به سلسله افعال، او سلسله كما كنقول واحد سلسله ديال الافعال يقوم بها المدرس، يخططها على الورق من اجل يعني اتخاذ قرار. كيكون عندنا درس لابد اننا نخططوا له مثلا، فبالنسبه لهنا كنقولوا مسار لاتخاذ قرار، حيث نحدد مسبقا التوجهات وخطط العمل منظمه ومنطقيه. اذا لاتخاذ القرار اي لتقديم الدرس، لابد اننا نكون خططنا لهذا الدرس، يعني كاع المراحل ديال الدرس من الوضعيه التمهيديه الى الوضعيه يعني الاخيره اللي هي التقويميه. اذا فهذا هذا هو التخطيط، وناخذ بعين الاعتبار الحاجات والاهداف والموارد العلميه اللي غادي تتدخل من بعد. فهو هذا كنشوف كندوروا واحد المسار. والتخطيط كينقسم، كاين تخطيط بعيد المدى اللي كيتجلى في التخطيط السنوي، اذا التخطيط السنوي كيكون التخطيط على المدى المتوسط اللي كيتجلى في المجالي او الشهري، وكيكون تخطيط قريب المدى اللي كيتجلى في المذكره اليوميه بالنسبه لنا حنايا والجدداء. اذا من فوائد التخطيط، شدوا معايا البال، اقتصار الجهد، توفير الوقت، تجنب الفوضى والانتاجيه، والامن النفسي. اذا فلا بد انك اذا اردت ان القاء درس لا بد انك توجد له التخطيط. في كل اي محاضره بغيتي دير محاضره، لا بد انك تخطط لديك المحاضره، هذا هو التخطيط عموما. كما قلنا هنا عندنا تخطيط طويل المدى، تخطيط سنوي كيكون عندنا، وتخطيط متوسط المدى، وتخطيط قصير المدى، واسبوعي يومي او لدرس. بالنسبه للتخطيط السنوي فهذو هما الادوات، فالادوات ادوات التخطيط
وهذه الاجراءات المتعلقه بالورط او بصياغه التخطيط السنوي. وبالنسبه للتخطيط المجالي او ديال الوحده فهادو هما الادوات التخطيط، يكون عندك كتب مدرسيه والمقرر الوزاري ونتائج التقويم التشخيصي. وهنا عندنا التخطيط على المدى القريب او لحصه او لوضعيه، فكيكون عندنا المذكره اليوميه هكذا يكون شكلها، كيكون فيها التاريخ، تاريخ اليوم والوحده الدراسيه والمجال والاسبوع واليوم والغلاف الزمني والمستوى المكون الموضوع الحصه الاجراءات التعليميه ورقم الجدده. اذا وكنجي عندنا هذه الجدده، هذه الجدده كيكون فيها مراحل الاهداف التعليميه كاين موضوعهم هنا، مكون الموضوع كل شيء هادشي كيكون فيها. اذا هذا هو التخطيط. اذا فكنخططوا للدرس قبل ما نمشيو للقسم، لا بدا اننا نوضعوا واحد الخطه كنخططوا بها هذه المراحل، هذه الانشطه التعليميه، هذه الانشطه التعلميه، وهذا نمط العمل واش جماعي ولا فردي ولا بالمجموعات، الوسائل اللي غادي تستعمل من سبوره الى ذلك. اذا فكنوضعوا كل المراحل هنا والتمارين اللي غادي دير والانشطه والاسئله اللي غادي تطرح، كل هذه والوضعيات اللي غادي تكتب في السبوره، الوضعيه ديال وضعيه الانطلاق وكل هذا الشيء والفرضيات وكل شيء. اذا كنوضعوهم هنايا، يعني كندير واحد الخريطه كيفاش غادي يدوز ذاك الدرس، كيفاش كنتصور انا، لان يعني هو واحد التصور للدرس كيفاش غادي يدوز في القسم. هذا هو التخطيط باش نقربكم من التخطيط. واللي بغى يقرا فيمكنكم قراءه ما معنى التخطيط هنا، الا بغيتوا تقراو فمرحبا. مزيان، اذا غادي نمشيو للتدبير، اذا العمليه الثانيه من الديداكتيك اللي هو التدبير. يمكن تقسيم التدبير الى وظيفتين اساسيتين. اذا الاولى تدبير الماده الدراسيه، يعني وكتبقى هذه وظيفه ديداكتيكيه، وعندنا الثانيه الوظيفه الثانيه بالنسبه للتدبير وظيفه تدبير الفصل، وكتبقى وظيفه بيداغوجيه. بالنسبه للوظيفه الاولى يدخل ضمنها التخطيط. اذا فبالنسبه للتدبير الماده كيدخل ضمنها التخطيط اللي شفناه، انك كتخطط للدرس، المراحل ديال الدرس، ثم طريقه تقديم الماده التعليميه، طريقه تقديم الوضوح والتنويع في الامثله ومثلا، والسبل الكفيله لجعل المتعلمين ينخرطون في التعلم. اذا وصياغه التنشيط وطرق العمل. اذا كل شيء هو التحقق من بلوغ الاهداف من خلال التقويم الذي سوف نراه من بعد. اذا بالنسبه للوظيفه الثانيه اللي هي تدبير الفصل، هذا الشيء كلشي كيدخل في التدبير، فيتعلق بمجموعه من القواعد والاجراءات التي يعتمدها المدرس في تدبير التفاعلات لتوفير محيط صالح للتعليم والتعلم، وتدبير الزمان والفضاء، وتدبير الوسائل او الاسناد، وتنظيم الفصل. اذا كل هذا الشيء كيدخل في اذا فالتدبير عنده وظيفتين اثنتين، اللي هي وظيفه ديداكتيكيه ثم وظيفه بيداغوجيه. اذا واللي من اراد ان يقرا فعندي لكم الماده هذا، يمكن القراءه، حبسوا الفيديو وقراوا على خاطركم. اذا ولكن غادي نمشيو دابا للتقويم، الا سمحتوا لي غادي نمشيو للتقويم. اذا فالتقويم بالنسبه لمفهوم التقويم هو عمليه اجرائيه تسمح باصدار حكم على درجه تحقق الاهداف. اذا كنوضعوا الاهداف، ففي التخطيط ملي كنخططوا كنوضعوا اهداف يراد بلوغها في نهايه الدرس. واذا بالنسبه للتقويم فهو مرحله اخيره، ملي كينتهي الدرس كنديروا واحد التقويم، والذي بمقتضاه يتم اتخاذ قرار او موقف تربوي مناسب. ملي كنشوف واش غادي نديروا الدعم ولا غنديروا التثبيت ولا غنديروا المعالجه، هذه عندي واحد الصريط كيدوي على هاد الاجراءات هادو اللي كيجيو من بعد التقويم، عندي في القناه نرجعوا ليه، اللي كيهضر على التثبيت والمعالجه والتثبيت. اذا حنا ما عليناش، حنا ما غاديش نهضروا على هذا الشيء ديال الدعم، حنا غادي نهضروا على التقويم دابا. بالنسبه للتقويم فهو كما كنقولوا اجراء اللي كيجي من بعد اخر سيرورات، من مرحله من مراحل الاخيره في السيرورات التعليميه. كيكون التخطيط كنخططوا للدرس، كيكون التدبير يعني ملي داك الشيء اللي خططناه كنلعبوه في القسم، يعني كما كان ماشي كنلعبوه، وانما كما لا ميز اون سين كما كنقولوا فرونسي، لا ميز اون سين كي بحال كنلعبوا، كي بحال شي مسرحيه كننفذوه، داك التخطيط كننفذوه في القسم
ومن بعد ملي كتنتهي هذه العمليه هذه كيجي التقويم، نشوفوا واش الاهداف اللي سطرناها في التخطيط واش بلغناها ولا ما بلغناهاش. اذا وبالنسبه للتقويم هذا ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول هو التقويم التشخيصي، اجراء نقوم به، هذا الاجراء يتمثل في اختبار سريع او اسئله شفويه من اجل الحصول على بيانات ومعلومات عن قدرات ومعارف ومواقف المتعلمين السابقه والضروريه لتحقيق اهداف. اذا فهذا اختبارات، التقويم التشخيصي هو اختبارات او امتحان كنقوم به في الاول باش نحصلوا على معلومات وبيانات، نشوفوا خص المتعلمين واش عندهم شي، عندهم هذه المعارف وهذه القدرات اللي غتسمح لهم انهم غيبداو واحد البرنامج جديد. وهذا التقويم غالبا يجرى في بدايه الموسم الدراسي. مزيان، اذا فخص المتعلمين يكون عندهم تعلمات سابقه، فمثلا واحد قرا في الثاني وطلع للثالث، خصنا نشوفوا واش متمكن بعدا، واش قادر يصير نديروا ليه واحد الاختبار، واش قادر واش حيت خص لابد يكون عنده تعلمات سابقه من الثاني باش يصير معنا الدروس والبرنامج ديال الثالث. لذلك كندير واحد الاختبارات باش نشوفوا الى 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 اجتاز داك التقويم التشخيصي كنديروا ليه التعزيز، الا ما كانش كنديروا ليه الدعم والمعالجه. هادشي اللي كاين باش يصير معنا السنه الجديده. كيكون التقويم التكويني ثاني، كنا التقويم التشخيصي، دابا التقويم التكويني. يشكل التقويم التكويني مسارا مستمرا يتوخى الكشف عن تدرج المتعلم خلال التعلم. هذا كيكون وسط التعلم، ملي كندير الدروس كيكون تقويم تكويني. علاش؟ تحسين التعلم، ادخال تغيرات. مثلا ملي كنشرحوا واحد المحاضره في الدرس كنشوفوا كنطرحوا اسئله ولا كنديروا مراقبه مستمره باش نشوفوا واش غادي مزيان ولا ما غادي مزيان. الا ما غادي مزيان كنديروا تغييرات واحسان وادخال تغييرات على عمليه التعليم ذاتها، او التصحيح او الدعم او التعزيز او التعويض او التقويه من اجل بلوغ الاهداف المرجوه. وكيجي في الاخير كيجي التقويم الاجمالي، اللي صراحه انا طرح لي السؤال هذا بالنسبه للتقويم الاجمالي وقلت لهم انا التقويم الختامي، هذا الشيء اللي قلت لهم. فالتقويم الاجرائي اجراء نقوم به عند نهايه التدريس من اجل التاكد ان النتائج المرجوه من عمليه التدريس قد تحققت. مزيان، فعلا. اذا هذا التقويم يجيب على سؤال، هل يمكن نقل المتعلم الى مستوى لاحق ام لا؟ اذا هذا هو التقويم الاجمالي. اذا هو لمن اراد ان يتعمق اكثر فممكن، انتم كتشوفوا معايا كاين عطا الله ما يتقال في هذا الشيء، غير هو خص الفهم. انا بالنسبه للعلوم التربيه خصنا نفهموا بزاف، لان انا كنفضل انه يكون الفهم قبل الحفظ. وكنتمنى لكم يعني مسار جيد، وتوفقوا في الامتحانات ديالكم في المباراه ان شاء الله. واذا كاين شي غموض ولا شي حاجه بغيتوا نركزوا عليها ونفهموها اكثر اكتبوا لي في التعليق، فمرحبا بكم والى اللقاء. وما تنسوش انكم في الاشتراك والدعم القناه. الى اللقاء.